احتياط المياه في مدينة سيدني الأمريكية منخفض جدا، مفيش حل قدام الحكومة غير إعادة تدوير مياه المجاري لأنها المستقبل، وهيستغلوا الأنفاق المهجورة تحت الأرض، واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية زمان. آلاف الناس بيتمشوا يوميا وبيركبوا السكك الحديدية وهما مش عارفين إن مستقبل المياه تحت رجليهم. هيبنوا بنية تحتية في الأنفاق دي لإعادة تدوير المياه، والأنفاق دي مجاريها فيها قرابة ملايين اللترات من المياه الصالحة لإعادة التدوير. فريق مكون من 4 صحفيين، نيت وستيف وتانجلز ونات، مهتمين جدا بالظواهر الغريبة وشايفين ان الانفاق اكيد فيها اسرار لازم يستكشفوها. مديرهم اسمه جون. في يوم نيت قاعدة على اليوتيوب لقت فيديو غريب لشوية شباب بيلعبوا في الانفاق، وكلهم اختفوا من ساعتها والبث انتهى على كده. من ساعتها قررت انها لازم تجمع فريقها، وهيلاقوا قصتهم اكيد في الانفاق. المشكلة هي المشردين اللي ساكنين في الانفاق دي هيروحوا فين بعد ما جابوا واحد منهم اسمه تريف يسألوه شوية اسئلة. بيقول انه بيحب الانفاق هو واصدقائه لانها حمتهم من البرد، بيتهم الوحيد اللي عارفينه، ولما سألته عن صحابه فين دلوقتي يترعب ووشه يتغير وينهار ويقعد يعيط. ملامح الخوف بتاعته كانت هي الضوء الاخضر لنات وزمايلها انهم لازم يستكشفوا الانفاق دي فورا. راحوا هناك، يجوا ينزلوا يوقفهم الحارس ويقول لهم ممنوع التصوير هنا، يقولوا له نص ساعه بس، يرفض. تروح نات تحاول تديله رشوه وتجمع من زمايلها، يرفض برضه ويطلب منهم يمشوا فورا. الياس عمره ما اصابهم، قرروا يتصرفوا ويدخلوا الانفاق دي عن طريق مدخل سري بتاع الصيانه. قرر المصور ستيف يركز الصوره على نات لانها في حاله كشفهم وتحملهم المسؤوليه، نات هتبقى هي المسؤوله لانها هي اللي دخلت الاول من الباب السري. فرحانين اخيرا هينطلقوا في رحلتهم في استكشاف الانفاق واسرارها. وطبعا كل ما تمشي وتتوسع اكتر في الانفاق كل ما تلاقي الدنيا بتضلم اكتر واكتر. معاهم كاميرا للتصوير الليلي وكشاف الكاميرا الرئيسيه، ونت معاه خريطه للانفاق بس للاسف طلعت قديمه، وهيسترجلوا في طريقهم لاستكشاف الانفاق. الانفاق تاريخها بيرجع للحرب العالميه الثانيه، كان السكه حديديه لنقل المعدات ايام الحرب، وكمان كانت مأوى للجنود جاهزه لانهم يقعدوا فيها لاطول فتره ممكنه، وبيتدربوا فيها كمان وبيحتموا فيها من الغازات، كمان مصممه انها تعيش فتره طويله رغم انها مصديه. ولقوا كمان دلائل ان المشردين فعلا كانوا قاعدين هنا، اكل وسراير وترابيزات، مجتمع كامل عايش تحت الارض، وده دليل ان كلام الحكومه ان الانفاق مهجوره غلط. وهي واقفه عند اكتر محطه قديمه مشهوره في الانفاق، بيقعد تانجلز يسمع اصوات غريبه في السماعات بتاعه التسجيل، يستغرب ويفتكر حد منهم بيهمس ولا حاجه. راحوا لجرس الانذار بتاع الحرب زمان، وقرر تانجلز يسجل من الغرفة المجاورة عشان يسمع صدى الصوت كويس. اسمعوا صوت غريب وتانجلز يختفي، يقعدوا يدوروا عليه في كل مكان ومش لاقينه. لما جريوا عليه نسيوا معداتهم عند جرس الانذار، لازم يرجعوا يجيبوا بقية الكشافات عشان يدوروا على تانجلز. ولما يرجعوا يلاقوا كل حاجة اختفت. مين عمل كده؟ شكوا ان تانجلز بيعمل فيهم مقلب. يجي نيت يبص على الخريطة عشان يعرفوا هيمشوا ازاي، يشوف انهم لازم ينفصلوا كلهم عشان يلاقوا تانجلز بسرعة، ولكنهم يرفضوا لانهم مش عارفين ايه اللي بيحصل هنا. تعبوا من التدوير على تانجلز، يفتكروا انه مثلا رجع ولا حاجة وخاف انه طول عمره بيعمل مقالب فيهم اصلا. يجوا يرنوا عليه ما يلاقوش شبكة، والاضاءة بتاعت كشاف ستيف هتكمل تقريبا ساعة او اتنين. يسمعوا صوت غريب، يروحوا للمصدر يمكن يكون تانجلز، وتسيب نات الكاميرا الليلية هناك، ويلاقوا غرفة غريبة ومليانة دم كتير بصورة وحشية، ويلاقي نات كشاف تانجلز ومش مصدق انه ممكن يكون الدم ده بتاعه. لما يرجعوا يلاقوا ان الكاميرا مكانها اتغير، لما سابته نات تاخدها تشوف سجلت ايه لما سابتها، تلاقي حد مسكها وحركها وصورهم كمان وهم في الغرفة. التوتر زاد، هل ممكن يكون تانجلز هو اللي بيعمل كده؟ طب الدم اللي لقوه ده بتاع مين؟ وايه جاب الكشاف بتاع تانجلز عنده؟ يقرر نيت انهم لازم يرجعوا تاني، ولكن ستيف مش عايز يمشي غير لما يلاقي صاحبه تانجلز. يقنعوا نيت لازم يطلبوا المساعدة ومش لازم يفترقوا، لاما الوحش ده هيصطادهم بسهولة. وهم ماشيين يحسوا بحركة غريبة، طلع الحارس اللي قابلوه في الاول ورفض انه يدخلهم، يقولوا له صديقنا مفقود، حاجة غريبة خدته، لازم تساعدنا نلاقيه. يقول لهم تعالوا بسرعة المكتب، نخرج من هنا نبلغ الشرطة.
الوحش يهجم عليه ويجري بسرعة، وكده المشكلة بقت كبيرة جدا. وحش سريع ومش عارفين نقاط ضعفه، هيهربوا منه ازاي؟ ستيف اتعور وهو بيجري من الوحش، تعالجه نات، ويروح نيت يبص في الخريطة يلاقوا نفسهم تاهوا، ويقرر نيت يسترجل ويختار طريق. يقول له ستيف ولو طلع غلط هتعمل ايه؟ يقول له هنستخبى في أوضة آمنة، واكيد المدير جون لما يلاقينا اتأخرنا خالص هينفذ البروتوكول وهيبعت حد يدور علينا. والمفاجأة ان نات خبت عليهم، لان اصلا جون رفض المهمة اصلا، وضحكت عليهم كلهم بس عشان تكشف حقيقة الانفاق، يتصدموا فيها وكده اتدبسوا رسمي. يسمع نيت صوت غريب، ولما يدخل يلاقي فرد الامن عينه مخلوعة. الوحش يموته وياخد باله منهم، ويجري بسرعة لنفق بتاع الطريق السريع، طبعا محدش هيسمعهم حتى لو صرخوا. تنهار نات وتحمل نفسها المسؤولية، لانها هي اللي جابتهم هنا بدون ما تعرفهم الحقيقة، كل ده بسبب رغبتها في الشهرة. اهو دلوقتي محبوسين من وحش غريب ومعرضين للموت في اي وقت، وتسببت في موت صديقهم تانجلز. يهديها نات ويقول لها لازم نقاوم ونخرج من هنا فورا. يكملوا الطريق يلاقوا فتحة قدامهم يطلع فيها ستيف ونات، ولما يطلع نات حاجة تشده، واول لما ستيف يوجه عليه النور تهرب بسرعة. انقذوا نيت ويقعدوا يهربوا، بس للأسف كشاف الكاميرا عطل، نقطة ضعف الوحش ده هي الضوء، وعمالين يجروا بالكاميرا الليلية ومش عارفين رايحين فين. وصلوا لنهاية مسدودة ويلاقوا فتحة تانية ينزلوا فيها، ويغير ستيف بطاريات كشاف الكاميرا بس مش هتقعد فترة طويلة. يلاقوا المذبح بتاع الوحش، اشلاء للبشر معلقهم، وشكله بياكل كل حاجة ما عدا العيون بتاع التانجلز والحارس اللي اختفوا. البطارية بتعلق تاني، بيحاول ستيف يصلحها. حد يهجم عليهم، وتكرر نيت تهرب بسرعة بالكاميرا الليلية. الوحش يحاصرها ويهجم عليها، ويفوق ستيف ونيت ويجروا بسرعة على صراخها. الوحش عمال يغرقها في المية، ويجي نيت يزعق ويحاول يوجه عليه الإضاءة وينقذ نات، ويطلب منهم يهربوا بسرعة. يسيبوه ويمشوا، ويحاول ستيف يفوق نات ويقعدوا يجروا. أخيرا خرجوا بره الأنفاق لمحطة مترو، يبصوا وراهم يلاقوا نات حالته صعبة جدا، يجروا عليه لمحطة المترو يودوه عشان يكون في الإضاءة ويكونوا في أمان. يحاولوا يطلبوا الإسعاف والناس تديهم تليفون وتبلغ نات الإسعاف والشرطة، بس للأسف نات يكون خلاص مات. بعد الحادثة سجلوا مقابلة وثائقية مع ستيف ونات اللي اتبقوا. ستيف مش عارف يقول ايه على اصحابه اللي ماتوا، ولا حتى متخيل ان نيت اللي انقذهم وخلاهم يهربوا مات، وبتحمل نات نفسها المسؤولية الكاملة لموت كل اصحابها، وانها كرهت نفسها جدا بسبب اللي حصل. بيت مات بسبب نزيف داخلي في 2007، ومش عارفين سببه ايه. حياة نيت اتغيرت تماما، وكانوا رايحين لسبق صحفي لكشف اسرار الانفاق، وللاسف اكتشفوها فعلا مسكونة بوحش قاتل، ومن رحلة علمية تحولت لرحلة مميتة. استقالت نيت من الصحافة وبطلت العمل الصحفي نهائي، وستيف بيحمل المسؤولية كلها على الحكومة، لانها عمرها ما هتتحرك ولا هتعترف بحاجة الا لو ناس ماتوا. ومازال ستيف مكمل في العمل الصحفي. جثة تانجلز لحد دلوقتي محدش لقيها رغم مطالبة عيلته بيها، بس الشرطة قفلت ملف القضية بسبب الدلائل المتناقضة، ومازالت الانفاق لحد النهاردة سر من اسرار امريكا في مدينة سيدني الغير معروفة. هل فيها وحش فعلا، اما كل اللي حصل ده مجرد صدفة؟